معانا كمان على التليفون استاذ هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهليه. استاذ هيثم في البدايه صباح الخير. يعني لو تقربنا أكتر من آلية تعاملكم في محافظة الدقهلية مع المواطنين المتقدمين على طلبات التصالح. الحقيقة سيادة الوزير محافظ الكريم المختار من البداية كنا حريصين تماما على تخفيف وتسهيل كل الإجراءات على المواطنين، وبالتالي خصصنا 21 موقع على مستوى 21 مركز ومدينة وحي من خلال المراكز التكنولوجيه لاستقبال طلبات المواطنين. طبعا كنا بنمد عدد ساعات العمل، وكنا بنزود عدد الزملاء الموظفين اللي بيطلقوا طلبات من المواطنين، وكنا حريصين ان كل مركز ومدينه وحي يكون فيه مقر مخصص لاستقبال هذه الطلبات. طبعا ده ساهم بشكل كبير لتخفيف الاجراءات بالتوازي مع القرارات اللي اتخذتها الدولة بمد فترات تلقي الطلبات من المواطنين. ده طبعا ادانا فرصة أكبر وادى المواطن فرصة أكبر للاستجابة والتفاعل مع إجراءات تقدم للقانون ودفع مبلغ الجيد دي. احنا في الدقهلية يعني سجلنا أكثر من 80% مشاركة من قبل المواطنين بالنسبة لعدد مخرجات البناء اللي تقدموا يعني للتصالح، ودي نسبة كويسة جدا. حققنا دخلين على 100,000 مواطن ابتدوا يتفاعلوا ويدفعوا جدية التصالح، وده بترجم لأكثر من 800 مليون جنيه مبالغ تم تحصيلها وفقا لنسبة الجدية اللي يتم تحصيلها. طبعا محافظة الدقهلية تخفيفا عن المواطنين كان أصدر قرار بتخفيض قيمة التصالح. في البداية كان 20% ثم 25% بإجمالي 45%. ده طبعا بالتوازي مع قرار دولة رئيس الوزراء بان هو يثبت سعر المتر في الكره ل 50 جنيه، ده كله ترجم في تفاعل اكثر من المواطنين، توقبال اكبر على تقدم للتصالح. طيب استاذ هيثم، في البدايه يمكن كان للمواطنين بعض الشكاوى واللي استجابت ليها الدوله بشكل ملحوظ، حتى زي ما حضرتك قلت دلوقتي محافظ الدقهليه قدم مزيد من التيسيرات والتسهيلات على يعني بالتوازي مع التسهيلات اللي قدمتها الدوله. هل المواطنين ليهم طلبات اخرى في محافظه الدقهليه؟ يعني الوضع بيمشي ازاي؟ خلينا ناكد ان احنا كنا حريصين طول الوقت الاستماع لمطالب المواطنين، وده كان سبب في ان احنا نشكل لجنه لدراسه التسعير اللي كان محطوط للمواطن المختلفه، وده ترجم لتخفيض الاسعار مرتين في محافظه. بس عايز اقول لحضرتك ان نسبه كثيره جدا من الضغط حول هذا الامر انتهى بالقرارات اللي اتبنتها الدوله فيما يخص توحيد سعر. يعني هو في النهايه يا استاذ هيثم، هو يعني الهدف الرئيسي هو التخفيف عن كاهل المواطن بشكل او باخر. استاذ هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهليه، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر. معانا كمان على التليفون اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. سياده اللواء صباح الخير. تمام. يعني صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. يمكن في استجابه من المواطنين في مختلف محافظات الجمهوريه، الوضع عامل ازاي في كفر الشيخ؟ لا احنا الحقيقه الاستجابه عندنا يعني كانت مستمره، وانا بشيد بالمواطنين من البدايه. الحقيقه كله عايز يلتزم ويستظل بالقانون. طبعا ما بعد قرار المتر بقى ب 50 جنيه في الكره زاد الاغوال بطريقه شديده. مراكز تكنولوجيه، احنا عندنا 9 مراكز تكنولوجيه في كل المراكز في المحافظه، ضفنا 13 مركز معلومات مرتبطين بالمراكز التكنولوجيه، وبرضه فيهم مكن دفع آلي. ثم الحقيقه بالتنسيق مع مديريه التعليم هنا فتحنا في 88 مدرسه مركز تكنولوجي مصغر في القرى عشان يبقى اسهل للمواطن القروي انه يدخل على القرى، ومفتت
التجمعات اللي كانت متواجده على المركز التكنولوجي. ثم كمان فتحنا بقى يعني كنا المحافظه الاولى حاليا في ان احنا تدخلي حضرتك على بوابه الخدمات الحكوميه المحليات يقدر يتعامل على 44 خدمه منهم خدمه منظومه اتصالات. يبقى المواطن وهو قاعد في بيته او في شغله او ايا كان يقدر يدخل على شبكه الانترنت ويتعامل مع منظومه التصالح بطريقه من البدايه حتى النهايه. وهل يا ست اللواء جه لحضراتكم طلبات عن طريق هذه المنظومه او يعني احنا تصاعد العدد حوالي ل 5000 طلب عبر منظومه الانترنت. وبيتم كمان الدفع كمان يعني مش فقط تقديم المستندات او كتابه الطلب، لا كمان بتجيله رساله اس ام اس بايه المطلوب في ال 25% جديده التصالح، وبيدفعها باحد الوسائل الدفع الالكترونيه فيزا او ماستر عبر الشبكه. فالموضوع كله مميكن وبيتم في 10 دقائق. وانا بشجع المواطنين على انهم يتعاملوا على تلك الجزئيه لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجيه. اكيد اكيد يا سياده اللواء. طيب هل تتوقع زياده اقبال المواطنين يا سياده اللواء في الفتره الجايه او في الايام اللي جايه؟ والحقيقه استجابه الدوله لانها تمد الفتره لمده شهر دي استجابه محموده، لانه المواطنين كانوا مقبلين والمراكز التكنولوجيه ما كانتش الحقيقه بتستوعب الضغوط اليوميه، وبالتالي لازال في رغبه من المواطن وقبول من الدوله، فكان المد ده شيء جيد وطبيعي واستجابه لرغبه المواطنين. المواطنين لازالوا مستمرين في الدخول في المنظومه وتقنين اوضاعهم، هو عارف ان المبلغ اللي بيدفع هيعاد اليه في منظومه المرافق والطرق، فالاستفاده هتبقى للطرفين، مواطن خاص اللي هو مرتكب الجزء بتاع المخالفات في الفترة، والمواطن العام اللي هو بيمثله الدولة كلها. طيب سيادة اللواء، يعني في نقطة حضرتك ذكرتها ان المواطن دلوقتي عارف ان هو لازم يروح يقدم طلب التصالح ده، آلية الوصول للمواطن والتعامل مع المواطن في محافظة كفر الشيخ ازاي تمت؟ انا بقول لحضرتك احنا وصلنا لغاية القرية. فتحنا في قلب المدارس حاليا في 88 مدرسه مركز تكنولوجي مصغر واصل بالانترنت، واصل بشبكه المراكز التكنولوجيه بتاعتها، فبالتالي المواطن مش محتاج انه يوصل للمركز التكنولوجي اللي في عاصمه المركز بتاعه، وهو في قريته او مجموعه القرى اللي بيخدمهم المركز اللي موجود جوه ال 88 مدرسه بيقدر يوصل ويتعامل وكل الاجراءات وياخد اذن الدفع ويروح يدفعه في بنك او في فوري او في بريء او ايا كان ويرجع يسدده ياخد المستند الاخير. نعم نعم سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر.